أخبار اليوم. صغير كنت بقول له انا ما كنتش بيقضيني اللي بسرق من اسماعيل السندوتش والحاجات الجبنه الرومي والقشطه وحاجات، كنت باجي اقول لمامته انا يعني غلبان وكده، وتعطف عليا وتديني برتقان وقشطه وتعملي سندوتشات وتاكلني وكده، يعني ما كانش بيقضيني الاكل اللي في الاثر اللي بسرق منه. ليه كذبت عليها وقلت لها ان والدك ووالدتك ماتوا عشان تيجي تاكل؟ عادي. ده كان عندك كام سنه؟ وانا في اولى ابتدائي. ابتدائي وانت بتسرق يا علي وانت بتكذب وكل حاجه؟ لسه كان في الابتدائي في المعهد الازهري، وكان يجي يقول لي ايه بابايا مش وفي وانا يتيم وكده، طبعا حد يقول لي كده هتجيب ايه؟ طبعا لا طبعا لازم يعني تدي له اللي هو عايزه وكده، فكان دايما متردد وكده. فجوز الله يرحمه ابراهيم الملواني العمده بتاع الجيوش الدوليه قال لي لا ده بابا موجود ووالدته موجوده، بس ما دام جالك ادي له كل اللي انت عايزاه وكرميه. هو نفسه الله يرحمه كان بيكرمه، كان بيديله اللبس اللي هو عايزه، كل حاجه كان يجي يقولها كده بطبيعته انا عايز كذا يقول له خد يا علي بس. وبعد العمد برضه ما توفي وما زال بيجي له وكل اللي هو عايزه بصراحه. وانت مسميه لعلي ومسمعين بس الاول، وربنا يحفظها ربنا يحفظها ربنا يحفظها ربنا يحفظك. زعلت منه لما هو عمل كده؟ طبعا سلك طريق مش كويس، وفي الفتره اللي هو كان فيها ده ما كانش بيجي له، كان اختفى وشويه يروح مصر وشويه يروح اسكندريه وهنا وهنا وهنا. وبعدين فجاه جه جوز الله يرحمه قال لي شفت علي عامل ايه؟ قلت له عامل ايه؟ قال لي كذا كذا. رحنا له بقى المستشفى وشفناه، وبعدين طلع وقال انا عملت كده عقدت نفسي بنفسي علشان ما اتكررش. طب ما انت ممكن اي سبل ثانيه كنت تتخذها غير فت ايدك بكده، ده ربنا ما قالش كده. قال لي انا عقدت نفسي بنفسي. كان حصل له مشكله قبل كده والناس اشتكت، وجي هنا العمده يعني رضى الناس وقلبه وقال له بلاش كده وتاني مره ما يتكررش وكده، فقررها تاني مع صاحب مصنع حلويات وكده، فحب عمل كده. فجاه برضه ايده السليمه بدا يعمل بيها تاني ويخطف في الشنط ومش عارف ايه وحاجات زي كده. نفسه برضه جابته قام رايح برضه بطل ايده التانية، وقال انا عاقبت نفسي بنفسي عشان ايديا الاتنين كده ما مدش ايدي على حاجه بعد كده. بس فخلاص هو بقى ظروفه كده، قلنا له خلاص اللي انت عايزه من غير ما اللي انت عملته ده اللي انت عايزه تعالى خده خلاص، لان هو ظروفه زي كده هيعمل يشتغل مش هيشتغل فهيعمل ايه؟ لازم الناس كلها تبقى رقيفه عليه وحنونه عليه ويديله اللي هو عايزه من غير يعني. هو لما يجي كده حتى اقول لك سلام عليكم خلاص انت فهمت وقايل لك سلام عليكم، هو عايز حاجه حتى لو ما معكيش حاجه اكرميه نكرمه ناكله ونشربه ونشوف طلباته ايه. بس هو اللي عمل كده. بس تقول لها ايه بقى؟ قول لها ربنا يكرمك ويحفظك يا رب وتربي ولادك تربيه حلوه، يعني ابنها ما فيش الا ابنها اسماعيل، ربنا يحفظه ويخليه لها وربنا يحفظ ولاد اسماعيل. انت زمان وان انت راضيه عني ولا راضيه عني؟ طبعا انا راضيه عنك، لان رضيت او لم ارضى انت ظروفك كده، فلازم كلنا نقف جنبك ونساعدك على انت تتعايش في المجتمع اللي انت عايش فيه.